اعزائي، كي درتو؟ بخير ان شاء الله، تكونوا على خير وبخير، ودائما كما كنقول لكم في احسن الاحوال. يا رب اليوم غادي نخرج شويه ندير ترويح على النفس، شويه ديال المشي وشويه ديال التغدى، يعني التسويق، نمشي ندير ابل شوبينغ. وعندي واحد ثلاثه النصائح اللي هما دائما كيتداولوا في الحياه ديالنا ليكم كوني كوتش، كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي كيسيئوا لينا بالكلام او بالمعامله. التعامل ديالهم هو ما نردوش عليهم بنفس المستوى وما نزلوش المستوى ديالهم، واكيد كل واحد منا راه في الحياه ديالو اليوميه كيكون عنده اصطدامات مع هاد الاشخاص، اما في العائله، اما في الاصدقاء، سيغتو الاصدقاء، اما في الناس اللي في العمل، الناس اللي كيشتغلوا معاهم. المهم هو الشخص اللي اساء لك اكثر وفريمون وضرك في حياتك، كن على يقين واحد النهار غادي تدور الساعه، ما غاديش انت ماشي بداك الموقف ديالك كونك طيب، لان اصلك وطبعك ومعدنك طيب، ما غاديش تقدر تسئليه كما سالك. غايقولوا لي لا، علاش انا واحد كيتمرض عليا خصني يكون عندي القوه باش ندافع؟ الا كون اختي او اخي يكون على يقين، القوي هو اللي كيلتزم الصمت، والقوي هو اللي ما كينزلش في نفس الموقف او المستوى ديال داك الشخص اللي هو كيستفز او سالينا او ضرنا في الحياه ديالنا كما كنقولوا بالدارجه. الدنيا كدور، واحد النهار كون على يقين غادي يودي في الدنيا قبل الاخره، لان كنشوفوا بعدا بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس اللي كنكون بعض المرات معاهم باش كنكوتشيهم، دائما تيقولوا الضغوطات اليوميه. غنحبس واحد شويه لانني كنتبشى شويه ان بو يسوفلي. الضغوطات اليوميه هي سبب التوتر، وهذه اكيد سبب القلق، سبب بعض المرات الناس كتجيها من بعد ديك كريز دونغواس و توسا، من الناس، من الاشخاص اللي كيكونوا عندهم علاقه سامه معنا، وديك الكلمه، ديك الكلمه كتقدر تلعب على تاثر على الشخص في الكيان ديالو، ومن بعد كتولي كتاثر عليه في الصحه ديالو. كنقول لكم ما تخافوش، لان الله سبحانه وتعالى موجود، والدنيا دواره، ولان اصلك طيب ومعدنك طيب، انت ما غتعاملش معاه بنفس الموقف اللي تعامل معاك، يعني خلي لو طون او طون، وسبحان الله وتعالى ربي راه كيجازي كما قلت لكم في الدنيا قبل الاخره. وهذاك اللي كيكون يسئليك واحد النهار مع التجربه، مع الحكمة، السن عندي سن الحكمة، سي نورمال، أنا كوني كأمكم أو بحال الأم ديالكم أو أختكم الكبيرة أو نفس السيدات اللي هما في العمر ديالي، كونوا على يقين الإنسان اللي سأليك واحد النهار غادي يجيب الله بين يديك، غتولي أنت تتعامل معاه، مازال غتعامل معاه بالمعاملة الحسنة، وهو كيشوف في نفسه عقاب ليه، لأن الله جابه بين يديك، وهذا الشيء كيكون سبحان الله من عند الله عقاب في الدنيا قبل الآخرة. وبقاو دائما في معدنكم طيب، ما تبدلوش وما تقولوش راك هذا عندكم ضعف، بل بالعكس هذا راه قوه كتمتازوا بها، وربي كيعطينا واحد القوه اللي كنكونوا سبحان الله من عند الله، هبه من عند الله، اللي هي الطيبوبه، الطيبه من الخصال الحميده اللي ربي عطانا بها، خلقنا بها، ما نقدروش نبدلوها. هذا الشيء اللي كاين، صباحكم مبروك. ودابا ان شاء الله غادي نمشي انا ندير شويه تسوق، ونقدر من بعد نوريكم الا عجبتني شي حاجه، سينو نقول لكم صباحكم مبروك والى اللقاء اعزائي. كانت فكره بغيت نوصلها لكم، بقاو على اصلكم طيب ومعدنكم طيب، وما تخافوا حتى حاجه، احبكم في الله.